كتير شايفين إنها ممثلة كويسة في البرامج على عكس أدائها في المسلسلات. إزاي ممثلة كويسة في البرامج وأنا مذيعة رقم واحد في مصر؟ رغم هدوءها الشديد إلا إن حياتها كلها صراعات. الصراعات والقضايا دي بس على الورق، لكن أنا حياتي كلها خير في خير الحمد لله. يعني مشاكل، قضايا، محاضر، جرائم، سحر، شعوذة. سحر والشعوذة مش جوه البرنامج، السحر والشعوذة حوالينا. وكل ده تحت اسم صبايا وكمان الخير. هو خير انك تشفي حد من مرض ربنا ابتلاه بيه، اكيد ده خير. مساء الخير اعزائي المشاهدين، اقدم لكم الاعلاميه منى عبد الوهاب والاعلاميه ريهام سعيد. الإعلامية ريهام سعيد منورة حلبة مصارحة. أهلا بيكي، أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام؟ الحمد لله. شوفي بقى، الوشوش دي كل وش فيها بيحمل صفات مصارع. وانتي مش بس حياتك، ده كمان برنامجك مليء بالصراعات. لما تصارعي تبقي مين من الوشوش دي؟ بصي، هو أنا كل الوشوش دي كلهم؟ بس بس اكتر حاجه انا بشوفها فيا يعني ان انا مضحيه، بس انا كل الوشوش دي فيا كلهم بنسب. طبعا، بس ابرز صفه مضحيه. في صراعاتك بتضحي؟ في صراعاتي بضحي طبعا. بتضحي؟ عشان كده هبقى صريحه معاكي. هتضحي وتبقي صريحه؟ هضحي وابقى صريحه. انا اخترت لك صاحب ضربات ناعمه، ضربات بس ناعمه بالراحه من تحت لتحت. هي بالراحه صح؟ بالراحه. هنبدا الجوله الاولى ونشوف مضحي ولا صاحب ضربات ناعمه. ريهام سعيد، هنبدأ الجولة الأولى ببروفايل ليك. المشوار الإعلامي 13 سنة، عدد المسرحيات 25 مسرحية، الأعمال الدرامية لا تقل عن 10 مسلسلات، أكثر من 6 مليون متابع على الفيسبوك، عدد المسرحيات أكبر من عدد البرامج. أكبر من عدد البرامج، لأن أنا متخرجة من مسرح جامعة أمريكية، فكنت بشتغل قبل ما اشتغل مذيعة خالص في كل بقى مسارح الهناجر والأوبرا وكده، يعني كنت مسرح أصلا، بحب المسرح قوي. بس مسرح القطاع الخاص ما كنتش بحبه قوي، فكنت يعني كنت حابة اني اشتغل، ما كنتش حابة اشتغل إعلامية أصلا. طيب قولي لي، الصراع في حياتك بيلعب دور قد إيه؟ الصراع ولا النجاح؟ الصراع. ما هو الصراع جاي من النجاح. هو النجاح محتاج صراع، بس في صراعات. لا، نجاح مش محتاج صراع. انا بقول لك الصراع جاي من نجاح، يعني لو انا كنت طلعت ومحدش حس بيا كانت حياتي هتبقى مسالمه اكتر من كده بكتير. يعني النجاح هو اللي عامل صراع في حياتك؟ في حياتهم. في حياه الناس. لا، الصراع في حياتك انت. انا ما عنديش صراع خالص. أنا خالص ما ببصش حتى يعني ولا ورايا ولا جنبي ولا لحد خالص الصراحه. صريحه جدا. ما عنديش اي حاجه بخبيها خالص. مهمه في حياتك؟ لو صراحه ما تمسش الاخرين باذى، لو هكلم عن نفسي يعني، لا 100% ما عنديش اي حاجه اخبيها خالص. هنبدا الوجه والوجه الاخر. في الوجه والوجه الاخر شفتي، سمعتي، قلتي، وتشفتي، وتسمعتي، وتقال عليكي. خليني اقولك، شفناكي في البدايه زي ما كنتي بتقولي، مثلتي مسرح واشتغلتي في مسارح كتير، منها الطليعه ومسرح السلام، قاعه سيد درويش، دي اللي هي يعني للفن التقيل شويه يعني. مش لاي مسرحيات، ومرسي عايز كرسي على مسرح الريحاني وغيرها. سمعنا بعد كده انك اعتزلتي التمثيل وتفرغتي للاعلام. ده لسه الشهر اللي فات. مثلتي عشان تشتغلي مذيعه، ولا بتشتغلي مذيعه عشان تمثلي، ولا عملت ده ولا عملت ده؟ انا متخرجه من جامعه امريكيه مسرح، قسم تمثيل واعلام، وعامله ماجستير في الصحافه التلفزيونيه جامعه امريكيه.
فأنا مش دخيلة يعني. أنا بس أنت اشتهرتي كإعلامية أكتر بكتير كممثلة، أو نجحتي خلينا نقول الناس عرفتك أكتر. هو أنا مين اداني فرصة في التمثيل وأنا ما استغلتهاش؟ يعني أنا لسه محدش قال لي طيب أنت هتيجي مثلا في الفيلم الفلاني قدام العظيم والقديرة كذا وأنا فشلت. هو يعني أنا ليه بعد 13 سنة مسرح؟ أنا ما فشلتش كممثلة يعني. أنا سبت تمثيل يعني أنا كنت بطلة رمضان اللي فات قدام محمد رمضان وكان أحسن مسلسل، فأنا ما فشلتش كممثلة، بالعكس بالعكس يعني. أنا كان معروض علي 5 مسلسلات السنة دي وفيلمين منهم. طيب واحد مضيت ورجعت. أحد الآراء اللي اتقالت من المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي قالت لا أقتنع بريهام سعيد التي تقدم برنامجا على إنه برنامج خدمي، وعندما أراها في مسلسل قلوب أجد ألفاظا وكلاما خارجا. هي ممكن تكون مدام إنعام جاية من مدرسة، عندها كم سنة مدام إنعام؟ مش عارفة أقولي لأنت يعني مثلا إيه 70 حاجة و60، فأكيد فرق. أكيد فرق أجيال يعني. أنجلينا جولي مثلا بتقف جنب الغلابة وبتروح مجاعات، بس هي ممثلة ولاجئين. لا أنا بقولك في حياتها الطبيعية بتروح للاجئين وفي اليونيسف وفي وممثلة وبتعمل مشاهد إغراء. يعني إحنا عندنا بس الثقافة بتاعتنا يعني بيان ما قلتش ألفاظ. أنا بتكلم بجراءة. لا هي الألفاظ يمكن كانت محسوبة على المسلسل ككل، هو كان المسلسل جريء. لا أنا بتكلم يعني كان بيناقش موضوعات جريئة بطريقة لا جريئة. لا بصي، أكبر دليل أن أنا ما عنديش وجه آخر أن أنا الطريقة اللي اتكلمت بيها في قلوب هي اللي بنتكلم فيها مع بعض كلنا، مش حتى وجه مش بتاعي يعني. بس مدام إنعام عشان كبيرة في السن فأكيد جيل تاني. ربنا يديها. ربنا يخليها. خلينا نقول مش بس مش دورك في قلوب. إيه؟ مش بس دورك في أيوة قلوب. أنا بسألك، أنت عارفة دوري في قلوب كان إيه؟ ليه بتسألي؟ عشان أنت بتقولي لي دورك في المسلسل. أنا مش بقول دورك في المسلسل، أنا بتكلم دلوقتي عن أدوارك عامة أو فكرة التمثيل عامة. أدواري عامة؟ النهاردة دوري محترمة جدا. لا أنا ما قلتش حاجة، ما قلتش مش محترمة. لا أنا بقول فكرة إن أنا أكون مذيعة ليا جمهوري وبقدم برنامج اجتماعي وحاجة بتمس جدا مشاعر الناس. هي الممثلة انت بتتكلمي كده عن الممثلات وحش. هي الممثلة دي بتعمل حاجة وحشة؟ لا طبعا لا طبعا لا طبعا. طبعاً إيه؟ ابدا. التمثيل رسالة والاعلام رسالة، وكل واللي بيغني عنده رسالة، كل حد بيفن عنده رسالة في فنه. بس كل واحد ليه ادواته. بس الفكرة انه ما بتحسيش احيانا انه ممكن الناس تخلط ما بين كونك ممثلة بتمثلي كويس وكونك إعلامية بتقدمي حلقات جادة؟ ما حصلش الخلط ده. انت يعني متأكدة انه ما حصلش؟ لا ما حصلش والله، بدليل ان الناس كنت انا بعمل ابن حلال رمضان اللي فات، وكنت بقدم صبايا الخير، وكنت ريتد نمبر 1 برضه. طب ليه اعتزلتي من شهر زي ما قلت؟ انا اعتزلت من شهر لان جيت لقيت ان كل الافلام والمسلسلات خدت طريق انا يعني مش هقدر ابقى مشتركه فيه قوي، في حيث ان احنا كنا في البلد في وقت انتخابات. ايه الطريق ده؟ يعني كان الفن ابتدى، كل واحد كانت فلوس قليله وكان القنوات ما بتاخدش مسلسلات كتير، فكانت الحكايه الانتاج كان قليل قوي، وفي نفس الوقت كان قبل انتخابات الرئيس وكانت البلد فيها فتنه رهيبه. فانا قلت هنسحب من موضوع التمثيل ده شويه واركز في برنامجي، لان كنت حاسه ان انا اقدر اقدم رساله من خلاله اقوى يعني. انت بتتابعي السوشيال ميديا بتاعتك؟ يعني بتتابعي كومنتس من الفانز بتوعك؟ بتتابعي صحافه بتتكتب عنك؟ بتتابعي حاجات زي دي؟ اللي هو يعني بجد منها يعني. مش اي حد قاعد على اللابتوب او على الفيس. اصل انت عارفه مين بقى عنده فيسبوك؟ كل الفئات بقى عندها فيسبوك، فلازم اسمع الراي، اشوف الراي يعني. ساعات كتير انت جمهورك من كل الفئات، ادخل على البروفايل واشوف ده عامل ايه، دارس ايه، بيئته ايه، فاهمه؟ لكن مش هتجيبي واحد مسجل مثلا كاتب كومنت فتقولي الله لا لازم اخد برايه مثلا. او ده بياخد منك وقت طويل جدا. طب لا ما بياخدش وقت طويل ولا حاجه، لان انا الحمد لله بقول لك على الفيسبوك صفحتي عندك مسجلين، اكبر صفحه في الوطن العربي. عندي مصر كلها بتكتب لي كومنت، مش مصر، مصر والوطن العربي الحقيقة. طيب ما شفتيش ولا كومنت من دول حد بيقول فيه حاجة بما معناه يعني انه انت ممثلة ولا مذيعة، ومذيعة ولا ممثلة، انت بتعملي ايه؟ وما سمعتيش حد مثلا بيقول جملة شبه انه انت بتمثلي في برنامجك؟ لا، دي مش شخصيتي خالص يعني. انا لو فضلت اقعد اسمع حد دي
هشتغل امتى؟ انا بقى واحده بشتغل 24 ساعه في ال 24 ساعه، وبعدين انا عندي مسؤوليه تانية بتاعت العيانين والعلاج وكده، فانا ببقى اكتر في مين اتخنق ومين عايز كيس دم ومين عايز، مش مين كتب كومنت ومين حب ومين ما حبش. يعني اللي انا عارفاه ان الحمد لله انا مقبوله يعني. طيب في اكتر من حلقه ليكي كان فيها اجزاء الناس على السوشيال ميديا اتكلموا انه فيها شيء من التمثيل، وانه ما زال التمثيل جزء كبير جدا من حياة ريهام سعيد. خلينا نقول مثلا الجزء اللي كان في حلقة الشيخ يوسف البدري، لما قلعتي الطرحة وزعقتي له وقلتي له انت واخد كام علشان تجيبي الحلقة، كنا في حكم الاخوان ساعتها كانش في تمثيل ساعتها دي. بس في ناس شافت انه ده يعني أداء مبالغ فيه شوية، ووقتها ناس كتير قالت إنه بس هو أداء يعني إيه؟ أداء يعني إيه أداء؟ أنت ممثلة، أنت دارسة مسرح، يعني إيه أداء؟ أنت اللي المفروض تقولي لي حاجة. يعني إيه أداء؟ أنت عايزة تقولي لي مثلا إن لو ممثلة كبيرة مثلا غادة عبد الرازق مثلا أو أي حد لو شاف مثلا بنت بتموت قدامه فعيط يبقى بيمثل؟ لا طبعا، الممثل ده بني آدم، وعلى فكرة تلات أرباع الناس اللي بتمثل بجد تعرفش تمثل في الحقيقة خالص خالص، لان انت لما بتمثلي انت بتطلعي من ريهام خالص بتروحي حته تانية. لكن انا في البرنامج انا مش موضبه سكريبت ولا موضبه انا هقول ايه ولا في مخرج بيقول لي كذا، انا في ضيف وانا هقول لك حاجه تانية. طب ما تسيب البرنامج ومثل، اما انا ممثله شاطره قوي كده. لا يعني انا بقيت مذيعه رقم واحد بالتمثيل صح؟ لا مش بالتمثيل طبعا، بعدد المشاهده. هقول لك حاجه، عدد المشاهده ده يعني ايه؟ يعني مصداقيه عاليه، يعني الناس صدقتك. فالتمثيل ده لا، واداء طبعا. لا مفيش حاجه اسمها كده. طب ما كان اي واحده طلعت مثلت وبقت رقم واحد، ما كان كل الممثلين بقى طلعوا عملوا مش كل ورام. حاجه رقم واحد. لا هي حسابات، هي حلوه او مظبوطه او صح. ما هو في حاجات مشينه بتبقى رقم واحد. عمر هو رقم واحد مش مين هو مين رقم واحد مشينه؟ لا في حاجات كتير لو دخلنا على الانترنت هنلاقي المواقع الاباحيه رقم واحد. عمره ما كان مشين. أنا لا اكيد طبعا انا مش مشاهده، بس انا من ساعه ما دخلت الاستوديو هنا والناس كلها بتسلم عليا تقول لي انا بحبك قوي قبل ما بتسلم عليا. فحب الناس ده ما ينفعش يبقى حد بيمثل او بتاع. ده لما بيبقى في حد متغاظ او بيبقى في حد مش ناجح او فاشل او ربنا ما رزقوش يقول لك يا عم دي بتمثل، عشان يخلص من عقده انه شايف حد زي ما بتقولي في بريق حواليه او عارف يثبت نفسه لمده طويله. انا يمكن اصلي هقول لك حاجه، انا جامعه امريكيه فانا open minded قوي. انا الكلام اللي انت بتقوليه صوري يعني هو عبيط بالنسبه لي، لان اللي دارس تمثيل بجد عارف ان شخصيه الممثل دي شخصيه، انت بتطلعي من حته تروحي في حته، يعني ما بتبقيش ريهام اصلا. الكلام العبيط ده بيخلي فئه، يعني بلاش عيب نقول فئه عبيطه من الناس، بس فئه بسيطه جدا من الناس بتتخيل انه اللي قادر يمثل عليها في مسلسلات قادر يمثل عليها في برامج. مش مهم، بس في الاخر لما بيشوفوني في الشارع بيتصوروا معايا ويقولوا لي دورك كان حلو قوي في المسلسل ده. انت بالنسبه لك مش مهم؟ لا مش مهم، ما اي دونت جلانس، يعني ما بنظرش بيه كده، لان في الاخر الاعلام ده رساله انا بحترمها جدا، وانا ممكن قوي اسيبه خالص ومثل. التمثيل اريح كتير قوي. طلعتي على الهواء بعد الحادث بتاع التراس الزمالك بتاع نادي الدفاع، وقلتي الحقيقه كلام يعني بعضه مؤثر جدا، وانسحبتي من على الهواء حدادا. ناس كتير قوي علقت قالت انه يعني كانت ما تطلعش خالص حداد، او تطلع تقول جمله واحدة من اللي قالتهم اللي هي كانت جملة مهمة جدا. قلتي انه انا ابني زملكاوي وبيشجع الزمالك وبيحضر ماتشات، وكان رايح الماتش، وكان ممكن النهاردة اكون انا زي اي ام ابنها راح الماتش. طبعا ربنا يحفظه يا رب، هو وكل الشباب راح الماتش ومرجعش، فساعتها انا ما كنتش هبقى موجودة هنا النهاردة، فانا مش المفروض اكون موجوده هنا النهارده. ناس كتير قوي علقت قالت لو هي عايزه تقول رساله وتمشي ليه ما قالتش الجمله دي ومشيت؟ يعني ليه قعدت اتكلم 10 دقائق على الهوا وامشي حدادا؟ لا اتكلمت شرحت اللي انا موقفي ومشيت فعلا. الحلقه بتبقى 3 ساعات الا ثلث، منهم تقريبا 25 دقيقه مقدمه منك للكاميرا مباشره، ومنهم ساعه وثلث اعلانات، ومنهم ساعه وثلث اعلانات. ده المهم عندك؟ لا ده المهم، ده الدليل على النجاح.
زي بالظبط ما انت جايبه ستارز كبار في برنامجك عشان تجيبي اعلانات. لا مش عشان اجيب اعلانات، انا مش هاخد حاجه من الاعلانات، انا عشان يهمني حياه الناس المتميزه والمختلفه. كانت قناه تشتري البرنامج. لا اشترت برامج قبل كده من غير ستارز خالص. مين اللي اشترى؟ دريم اشترت، والقاهره والناس اشترت، واو اس ان اشترت، والنهار اشترت، كلهم قنوات اشتروا برامج. ما مين فيهاش مين بيشتري حاجه من غير نجوم؟ سوبر ستارز. هو مين في برنامج النهارده كده؟ قولي لي، في مصر مليان كده نجوم. كل البرامج. انهي برامج فيهم؟ لا كل البرامج اللي بتتكلفه، مش ممكن تكوني مكلفه برنامج وبتبيعيه ومش ده سوق يعني؟ هو مش حد بيخسر. هو يعني لكل شخص طبعا يعني تفكيره وحساباته. عشان كده انت ضفتي تفكير وحسابات منى دلوقتي. انت عملتي كام برنامج؟ انت هتقعديني بقى؟ طب ما خديني في حلقه عندك، استضيفيني عندك. انا بس استضيفيني عندك والله، واساليني براحتك من الصبح، هتبسط جدا. مش متضايقه خالص. طب ليه متضايقه؟ ليه هجوميه؟ لا خالص. انا بسالك انت عملتي كام برنامج؟ انا عملت 3 برامج، ده الرابع منهم. اول برنامجين كل واحد كان جزئين. طيب خلاص، يعني قصدي اقول لما تيجي تعملي برامج، المفروض ان الواحد هيسال مين اللي بيعمل برنامج. يا المذيع. انا موافقه جدا على الكلام ده. النجوم بتبيع. انا موافقه جدا على الكلام ده. انا بس هاخد برنامج يعني شخصي. انا بس ما بوافقش انه هو في المطلق نسب المشاهده. اتس بزنس. طيب تعالي خلينا نكمل كلامنا عن البيزنس بتاعك. لا البيزنس مش بتاعي، البيزنس ده في القنوات كلها الخاصه. ايوه طبعا. لا انا بتكلم معاكي انت بقى، انا ماليش دعوه بالقنوات الخاصه. فضل. انا النهارده ضيفتي ريهام سعيد. اتفضل. فانا النهارده بتكلم مع ريهام سعيد. شفناكي في حلقه مستضيفه ملحده وطردتيها في نص الحلقه. لا في اخر الحلقه يعني. لا مش قبل نهايه الحلقه. طردتيها قبل نهايه الحلقه. لو انا قلت لك دلوقتي انت قلت الادب هتترديني ولا لا؟ لا طبعا، ده انت على راسي، انت ضيفتي، تقولي اللي انت عايزاه. لا انا ما بحبش حد يشتمني. هي شتمت. طيب انت كنتي متوقعه ايه يعني؟ برضو كان في جزء كده من الكلام انه طريقه كلام ما عجبتكيش عن الرسول عليه الصلاه والسلام وعن القران الكريم. لما استضفتي ملحده. لا بصي، الحاد يعني انا ما بؤمنش ان في ربنا ومش على الدين، ودول ثلاث ارباع الناس دي بتبقى تعبانه نفسيا. يعني لما بتوديها لسايكايتريست بيطلعوا ان هم عندهم مرض نفسي ما. هي جات لي بالسي في ده ان هي ملحده. هي مش ملحده، هي بتقول ما فيش اسلام، هو في ربنا وفي الكون ده هو اللي خلقه وكل حاجه، ولكن ما فيش اسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ده حد جاي مؤلف القران. ففي فكره انك لما تقعدي قدام واحد مريض، هي تؤمن بالله ولا تؤمن بالاديان؟ لا تؤمن بالاديان حاجه، وانك برضو تقعدي تقولي. في ناس محترمه جدا وتقول لك انا يعني مش بقتنع مثلا، اوكي، بس ما تغلطش في دينك وانت قاعده. تقول لك انت يعني لكم دينكم ولي ديني. انا مش زي ما انت مثلا، لو انت مسيحيه انا ممكن ما اقتنعش بالمسيحيه، بس ما اقولش المسيحيين كذا قدامك فاستفزك. هي قعدت عملت كده. انت مش عارفه ان معظم الناس دي بيبقى ليها كلام مستفز وبيبقى ليها لا لا لا. ممكن يقعد يقنعك بوجهه نظره ان الكون مش عارفه حصل ايه، الطبيعه فتعاملت مع مش عارفه ايه فطلعت ايه، لكن ما بيقولكيش النبي صلى الله عليه وسلم مؤلف وان القران ده كاتبينه على مش عارفه ايه. كلام يستفز اي حد بصراحه. يعني كويس قوي ان انا طردتها ما ضربتهاش. يعني كان ممكن تضربيها؟ كان ممكن اضربها طبعا. كان ممكن، لان ده اكبر دليل على فكره على ان انا ببقى ريهام. لان انا في الحياه الطبيعيه انا ما احبش حد يجي عليا. بتؤمني بالجن؟ مش بوجوده، بالمس واللبس وال جدا جدا اصل شفته يعني. اصل في ناس تقول لك انا ما شفتوش. لا انا شفته بقى. في ناس بتستعبط طبعا كتير، وفي ناس بتنصب كتير، وفي ناس بتعمل دجل كتير، بس في ناس بجد مأذيه. انت في ناس بيتهموكي ان انت بتروجي للسحر والشعوذه والدجل والخرافات والخزعبلات. بصي من غير ما تقعدي تقولي لي بس انت بتقولي ومش عارفه ايه، بس انا عايزه اقول لك حاجه يعني حقيقه. انت ممكن تتفرجي على حاجه مش مصدقاها. يعني بقلب تقلبي صح؟ فانا عملت اول حلقه اتفرج عليها الناس اتفرج عليها مشاهدين كتير قوي قوي، فانا لو هم ما اقتنعوش او شافوا ان دي تمثيليه او بتاع خلاص. لا الاثاره وانت إيه؟ عارفه انه الاثاره في الموضوعات إيه؟ بتعمل ما هو مش حقيقي بقى. اثاره في ايه لو انا ما بؤمنش بالجن؟
خلاص انا ما بؤمنش ان الجن لابس واحده. فين الاثاره؟ انا البت دي بتستعبط. لا هي خرافات يعني, هي خرافات. أيوة موجوده بس هي في النهايه موجوده في نطاق الخرافات. انا شايفه ان دي خرافات اوكي. هتفرج عليها ليه واضيع وقتي الساعه 1 بالليل؟ انا بطلع الساعه 12 بالليل, اقعد من 12 ل 4 ونص الصبح بتفرج على خرافات ليه؟ تاني يوم بقى كان في حظر تجوار في مصر على الحلقه و نمبر 5 وورلد وايد. اه كانت بتتنقل على الفيسبوك كتير جدا وشيرز كتير جدا على تويتر وورلد وايد. عالم مش وطن عربي, العالم كله قاعد يتفرج من 12 ل 4 الصبح على خرافات. كام في المية بيشكر وكام في المية بيهاجم وكام في المية بيتريق؟ كام في المية اتفرج؟ ده المبدأ. ما هو ده اللي انا من الاول قاعده بقوله لك, ده المبدأ. انا بقول لك انت تتفرجي على خرافات, انا ممكن كواحده كده متعلمه ومثقفه ومحترمه اقعد اتفرج من 12 ل 4 الصبح على خرافات كان كله ولا بيهاجم ولا بيعمل. انا ما نمتش, انا مش قادره انام, انا مش قادره افتح النور, انا خايف, انا مش عارفه ايه. بس هي دي كانت الكومنتس. في ربنا يشفيهم طبعا, في ربنا معاهم. وفي ده مش ترويج للخرافات؟ ما فيش ترويج للخرافات, هو في ناس مأذيه بجد. هو لازم ابقى كذابه يعني؟ لا خالص. طيب هو مش لازم تكوني كذابه حتى لو هما مأذيين بجد, ان انا اجيب ناس مأذيه. فايه يعني انت دلوقتي لقيتي ناس مأذيه بجد فتقولي تكذبي يعني على الناس تقولي لهم؟ لا ليه اصلا لو انا عاوزه اساعدهم اساعدهم, بس ايه لازمه ان انا اجيبهم كده قدام الناس واشوف بنات بتتمرمط في الارض غير اون كاميرا؟ ما اقدرش اعمل اي حاجه غير اون كاميرا لان انا عليا العين جدا جدا جدا, فلازم يبقى اللي انا عملته يتعمل قدام الكاميرا. انا ممكن ما اعملش قدام الكاميرا ويجي يقولك دي اذتنا, جابت لنا, سويت لنا, ممكن يكون ادتنا حقنه, موتتنا. لا ما هو ممكن يكون ده مسجل على فكره, بس مش لازم يتعرض للناس على كل فكره. في حاجات كتير قوي كانت اوف كاميرا كانت هتاذي الناس بجد لو كانت اتعرضت اكتر من اللي اتعرض بكتير بكتير. انا عرضت اللي يقول ان يا جماعه الناس دي اوكي وتعالجت, بس في دكاتره كبار قالوا انه ده مرض نفسي معروف وعملوا له تشخيص. بس حتى في انجلترا, حتى دكتور في امريكا, دكتور هشام بحري, دكتور خالد منتصر قالوا, دكتور هشام بحري ده حبيبي وخالد منتصر الاثنين قالوا شخصوا. بصي العلم دايما بيعترض جدا على الروحانيات, حتى في لندن حتى في امريكا السبريتشوال سنترز كلها او سنترز بتاعت الروحانيات تلاقي ان الدكاتره او العلم. طب الشيخ خالد الجندي وهو شيخ ما هو اعترض على الكلام ده وقال انه مش حقيقي. الشيخ خالد الجندي ما بيحبش ابلة فاهيتا دي ولا اسمها ايه؟ ابلة فاهيتا؟ اسمها ايه اللي بتطلع في مش عارفه ايه؟ الشيخ خالد الجندي يعني شاغل نفسه بالبرامج اكتر من الدين بكتير. اه هو بيدافع عن القيم, شايف انها صح. ايه القيم في الجن؟ هو ما بيؤمنش بالجن, هو حر. وما خلقنا الانس والجن الا ليعبدون. آه بس كلام ربنا, مفيش حاجه في القران في كلام ربنا بتقول ان الجن بيلبس انس وبيتصرف بجسمه. بيقول كده في ابن قايم وابن تميمه وابن 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 وناس كتير جدا 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 بتقول ان في جن وفي ماس. هو وجهه نظره يحتفظ بيها. احنا بنقول يعني في القران. لا انت بتقولي الشيخ خالد الجندي على اساس ان هو يعني بس انا بقول نصوص القران حتى نصوص القران فيها بتقول انه في جن, بس ما بتقولش في لبس. لا لا انا ممكن اقول لك الفيديو بتاع حلقتي. لا ازاي تخبطه من الشيطان ده؟ ده مكتوب في ان هو الجن لو مسك هتبداي تخبطي كده زي البتاع في السقف, مكتوب كل حاجه. بس الشيطان ده وسوسه مش الجن. الجن ده يعني ايه؟ يعني الشيطان في القران دايما دايما الناس بتختلف على الحجاب, الناس بتختلف على الجن, والناس بتختلف على كل حاجه. يعني كل واحد مع ربنا بقى يشوف هو معتقد فيه, شايف الايه دي معناها كذا وشايف الايه دي معناها كذا. وبعدين مع احترامي للجميع, انا يا منى ما ببصش قوي للناس رايهم ايه. يعني انت دايما تقولي ايه بيقولوا ده. انا دلوقتي بكلمك عن قناعاتك من خلال اللي بيتقال. يعني مش بس قناعاتي, قناعاتي دي جبتها منين؟ انا كنت في مدرسه امريكان, طيب, وجامعه امريكيه. يعني الباك جراوند بتاعي مش لا خالص. في ناس لا مش الثقافه دي. اوكي انا لازم عشان ابقى اقتنعت بحاجه لازم ابقى شفتها بعينيا, صح؟ انا لا يعنيني غير الله سبحانه وتعالى, الا انا ببقى ماشي عارفه ان انا لو كذابه هيوقعني, لو انا بمثل هيكعبلني, لو انا بعمل مش عارفه ايه هيديني فوق دماغي. لان ربنا ما بيسكتش, يقول لك دارهم يخوضوا يلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي وعدهم. لا يمهل ولا يهمل. بالظبط. شفناكي في حلقه دي بقى استفزتني انا شخصيا. قولي انا مع طفل ابوه دفنوه حي وبيقول لك انه شاف ملايكه. شفناكي واخده الطفل وماشيه في المقابر بالليل والمقبره مفتوحه وبتصوره. لا مقبره شوف. بطفل في المقابر بالليل. المقبره كانت مفتوحه. لا المقبره مفتوحه. لا
لا باب المقبره مفتوح ما دخلتوش جوه. المقبره ملهاش باب، ملهاش باب. اللحد بتاع المقبره مفتوح. لا انا كنت في الحلقه. الباب لا ما فيش مقبره بتقعد مفتوحه. في حاجه اسمها ان مقبره تتقفل، وفي بيفتحوها تتعظم. يعني ايه؟ يعني يشيلوا العظم كده لما نموت، هيشيلوا العظم يحطوها على جنب. طب ممكن ناخد طفل نصور بيه في المقابر؟ هو بالليل. اللي خدني يا حبيبتي، ده هو اللي كان هناك بالليل. هو اللي كان هناك وبقى يقول لي هنا وهنا وقعدت هنا وهنا. بس ده طفل بالليل. هو ما كانش زعلان، هي كانت امه معاه وما كانش متضايق. انا لو عارفه ان في حاجه هتجرحه. هو مش فاهم، هو عمره وهو طفل عمره ما هيفهم حتى اذا في حاجه. لا طبعا انت شايفه انه كلهم معايا، يعني كلهم كانوا معايا، يعني ما اقدرش. انت ممكن تدخلي تعملي عمليه لاولادك في المقابر بالليل؟ بنروح المقابر طبعا بالليل. اصلا ما بشوفش المقابر حاجه مخيفه، انا نزلت قبر قبل مش كده. بغض النظر انها مخيفه، يعني مشاعر طفل، يعني مشاعر طفل. ايه ده؟ هو اللي بقى يقول لي ما تخافيش وتعالي وبتاع. انت أيوة. فاكره ان الاطفال اللي في الحاجات ما هو الشعبيه ما هو دي، ده معناه ان هو عنده يعني عنده خلل نفسي معين نتيجه صدمه تعرض لها. انت بتسمي الجدعانه خلل نفسي؟ جدعانه ايه؟ ده طفل. ده في اطفال جدعه جدا حقيقي، بس في النهايه هو طفل مش قادر. مين يعني هو غير قادر؟ هو لا، بس هو غير اهل انه يتكلم عن حال نفسه وحالته النفسيه. مين قال لك كده؟ اتكلم زي البربنت. مين قال لك كده؟ اتكلم نفسيته كويس جدا. مشوهة كفايه الصدمه اللي تعرض لها. ما كانش مصدوم خالص على فكره. في طفل ابوه يدفنه حي وما يتعرضش لصدمه، ويبقى نفسيته ما فيهاش اي. هو اولا مش ابوه، وما دفنوش حي، وما حطش عليه رمله، هو سابه خباه من مامته في المقابر، عشان انت بس مختلط عليك الامر. مش دفنه حطه كده وحط عليه رمله. لا ما حصلش. مش صدمه. انت هتصدميه غصب عنه. دي صدمه عصبيه لطفل. طب هو كان ما اتصدمش؟ واي دكتور نفساني واي وكان داخل بشوكولاتايه المقابر وبيضحك وبينبسط. ايوه لانه طفل. ايوه هو ما كانش زعلان. طب ليه بالليل؟ يعني ليه ما صورتيش بالنهار؟ يعني ما اعرفش، اكيد رحنا الاسم، وبعد ما خلصنا الاسم مثلا طلعنا على المقابر. يعني انا مش فاهمه السؤال فيه. قال لك شفت الملائكه؟ هو وصفهم لك واحد ابيض واحد اسود، وانت قلتي له انا مصدقاك. هي الناس فعلا بتشوف الملائكه في الحاله دي اللي هي ما بين النوم والصحيان. لما في امريكا وفي حتت كده عملوا بس سيلر كتب كتير قوي، لقوا عملوا انترفيوز مع الناس اللي بتروح في غيبوبه وسألوهم بتشوفوا إيه؟ كلهم شافوا نفس الحاجة. أنا لما بقول على فكرة أنا الحمد لله ما اقتصرش تعليمي على الجامعة، أنا بقرأ كتير قوي. بس هو الولد ده ما ماتش وصحي تاني، ولا راح في كوما، ولا هو أغمى عليه، يعني طفل أغمى عليه. بس أنا بقولك بيشرح لي اللي أنا قريته في الكتب اللي الناس متحضرة جدا عملتها، دكتور فيل وغيره وغيره، إنهم سألوا الناس اللي عندهم كوما بس دول. ممكن جدا إيه؟ يكون طفل عنده خيال. هو معروف انه السن ده تحديدا المرحله العمريه دي كلها خيال. هو انا ما اللي بجد بقى غلط ان انا اقول لطفل انت كذاب. مش لازم تقولي له انت كذاب، بس مش لازم. هو انت لما بتوهمي مثلا الولد ان هو فادر كريسمس او سانتا كلوز جايب له هديه، يبقى انت كده بتخليه يؤمن بحاجه مش صح، او كذب، او انت بتقولي له انا مصدقه. اقول له ايه؟ اقول له انا مش مصدقك؟ اقول له انت كذاب؟ لا قول الحقيقه. فيبقى ريهام سعيد هاجمت الولد اللي راح المقابر وكذبته. هقول له انا مصدقاك طبعا. امال اقول له ايه؟ ده طفل. لكن ريهام سعيد قدمت طفل شاف الملائكه، ده عادي. هو انا اللي قلت له يقول انه شاف ملائكه؟ لا طبعا. هو قايل كده في محضر النيابه. انا مصدقاك. لازم اقول له انا مصدقاك، ده طفل. امال اقول له انت كذاب؟ اشتمه يعني؟ انا بقى اللي براعي شعور الاطفال، فقلت له انا مصدقاك، مش هقول له انت كذاب. اقول له انت كذاب ليه؟ وانا مش عارف انه بيكذب. انت تقدري تحلفي دلوقتي؟ انت لسه قايله ان انت مصدقاه فعلا. تقدري تقسمي بالله العظيم انه كذاب؟ ولا اقدر اقسم بالله العظيم انه مش كذاب، فبالتالي ما اقدرش احطه واوجه رسالته للناس. طب قولي لي انت، اقول له ايه؟ امشي يلا من هنا، انت كذاب؟ لا بس هقول له انت يعني مصدقاك وانت حبيبي والحمد لله على السلامه. يعني انا لو مكانك هقول له كنت بتحلم يا حبيبي، ما حدش بيشوف ملائكه غير الرسل والانبياء او المتوفين. هو متأكد. مين قال لك ان ما فيش حد بيشوف ملائكه غير الرسل؟ مين غيرهم بيشوف ملائكة؟ الناس اللي بتروح فعلا بين الحياة والموت ما في غيبوبة؟ ما تعرفيش. ولا أنا ولا أنت نعرف، ولا نعرف العالم الآخر ده فيه إيه. عشان كده طول ما أنت شايفة مش تقدري تلمسي حاجة أو تشوفيها، ما تقدريش تجزمي إذا كانت غلط. عشان كده دايما فتح الموضوعات عن الغيبيات بيعمل إثارة وبيعمل ضجة. والله بصي، انا كل الحلقات اللي انا عملتها ما كانتش بتتكلم عن الغيبيات وعملت اثاره. يعني من الحلقات القويه جدا اللي انا عملتها عملت مشاهده جامده جدا القدس واسرائيل.
الأنفاق اللي في رفح، فهي ملاش دعوة بالغيبيات خالص. يعني حلقتي اللي عملت ضجة فعلا ما كانش ليها دعوة بالعفاريت خالص، بالعكس. بس عملت ضجة قد العفاريت؟ رفح عاملة فيورشيب أكتر من عفاريت على الفيسبوك. رفح لأنه دي قضية إنسانية قوية جدا، يعني قضية عربية مهمة بالنسبة للوطن العربي كله، من الصغير للكبير مهم بالنسبة له. ده يعني ده في دمنا، ده إحنا رضعناه وإحنا صغيرين. لا حاجات كتير قوي، مستشفى المجانين، مش عارفة إيه. يعني حلقاتي اللي هي عملت ضجة بجد ملاش أي دعوة بالغيبيات. وبعدين هقول لك حاجة، أنا بقالي 8 سنين عملت كام حلقة عن الجن؟ بقدم 3 حلقات في الأسبوع، يعني 12 حلقة في الشهر. قدمت في 9 سنين حلقتين. قلتي أسعى لتقديم كل ما هو مثير، والإثارة الوحيدة التي لن أستطيع تقدمها هي الأفلام الإباحية. بصي، هو أنا ما ينفعش أبقى قلت لأن أنا ما بعملش حوارات صحفية خالص. خالص. أنت نزلك حوار من أسبوع في اليوم السابع. نزلي حوار في اليوم السابع، بس اليوم السابع ده مش صحافة. أمال ده إيه؟ لا، اليوم السابع ده زميل خالد صلاح. صحافة؟ معنى أنه زميل ما بقاش صحافة؟ لا، مش صحافة، لأنه هو بيتكلم صحافة على قوية. لا، ده ترويج النهار بتعمله الحلقات صبايا الخير، مش عن حياتي الشخصية وجوزت مين وعملت إيه، مش حوار صحفي يعني. سمعتي الأغنية الرسمية لتكاتك؟ إيه الأغنية الرسمية لتكاتك؟ أنا اسم البرنامج على تكاتك. على تكاتك؟ وعربيات النقل وعربيات التاكسي والمحلات في وسط البلد والمدارس ونيرسريز. هي أغنية معمولة على ريهام سعيد، سمعتيها؟ في واحدة من أغاني المهرجانات. في 6-7 أغاني مهرجانات على ريهام سعيد. على ريهام سعيد. سمعتي الخالة نوسة؟ لا. بصي، في ناس بتبقى حباني فتعمل لي مهرجان فظيع وانا بتاعت الخير وجميله وحلوه وكده، وفي ناس متضايقين مني لغرض ما، يقولوا اصلها وحشه وحلوه ومش عارفه ايه. وانا اوعي تفهمي اللحظه ان انا بتضايق لما يكون مثلا حد يدخل، مثلا انت ايه، مثلا حد يدخل يعمل كومنت انه شتم، هو اتفرج على البرنامج ولا اتفرجش؟ انا ما اقدرش اتفرج على حد ما بحبوش. انا بالنسبه لي كل اللي بيشوفني بيحبني، وكل اللي كلف نفسه يقعد يألف أغاني ويغنيها بيحبني. لا، هي الحقيقة كمان إنه حتى لو حد مش بيحبك وبيتفرج عليكي فده في حد ذاته نجاح. لا، يعني حتى لو أنا مش بحبك واتفرجت عليكي مرة. كويس قوي إن أنا مهتمة بيكي كده وبتفرج. لا، لو أنا مش بحبك وكل شوية بتفرج عليكي، بس هتقعدي كل يوم تتفرج عليكي؟ لا، أنا بحس إن كلهم بيحبوني. بس لدرجة إن أنا حتى لما أرد على كومنت مثلا على صفحتي والراجل اللي مثلا شتم أو كده يحس إن أنا شفت، يرجع في كلامه على طول، يا استاذ انا اسف ومش عارفه ايه. فهي بتبقى هيصه. بيحس انك شفتي ازاي؟ بتبقى هيصه ايه؟ بيحس انك شفتي ازاي؟ انا بكتب له كوم. بتردي على الكومنت. فبيعرف ان انت شفتي، فبيتكسف من نفسه وبيتراجع. مش بيتكسف، هو مش ده هو اللي حاسه، لانه قاعد انت قمتي، لا انت عملتي، انت سويتي، انت بصيتي بالنظره اليمين في يمين، انت عملتي مش عارفه ايه، شعرها كان اصفر النهارده، جبتها كانت ايه. مفيش حد ما بيحبش حد بيراقبه كده خالص. انا بعتبر ان كل اللي بيشوفني الف حمد وشكر بيحبني، وانا كمان بديش من اي حد بيقول عليا كلمه مش لطيفه، يعني باخد حسنات طول ما انا قاعد. يا ريهام، قولي الحق، العفريت طلع ولا لا؟ العفريت طلع، بس ممكن يرجع في اي وقت. ممكن يرجع في اي وقت. ها، ممكن ابعت طلع كمان. طلع، ممكن ابعت طلع وقعد جنبك ماشي وراك، وممكن ابعت حد، ممكن يبقوا معانا دلوقتي، ما حدش عارف. صح، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. جزء كبير من جمهورك اللي بتأثر بيكي هو الناس الشعبيين والناس البسطة. لما يطلع أغاني من وسط الناس الشعبيين والبسطة فيها سخرية من بعض موضوعاتك، ده بتسميه إيه؟ ده بتشوفيه إزاي؟ لا، هي حرام، ما بيبقاش كده. هي بيبقى إنه شايف مثلا منطقته بتحب قوي ريهام سعيد، فهو نفسه يغني. يتسمع إزاي؟ يجيب اسم ريهام سعيد عشان الناس تسمع الأغنية وترددها. زي بالظبط موقع لسه طالع، بس مش هيقول الخير بقى اعلانات وبقى كله اشتغالات. لا، لازم يقول كده. امال هيقول ايه؟ هيقول ايه؟ لازم اسم ريهام سعيد. بقول يقول زي الناس اللي بتقول حاجات حلوه لريهام سعيد. هيكتب ريهام سعيد بتاعت الخير؟ انت لو لقيتي بوست ريهام سعيد اجرت 3000 عمليه هتخشي البوست؟ لكن لو كتبت لك فضيحه ريهام سعيد هتدخل. هي كده، انا اعمل اغنيه شتيمه فتسمع اكتر. هي ماشيه كده، بس في الاخر ده يعني مش مهم خالص.
خالص يعني خالص. شوفي أنا بقى لما بنزل في أغنية شو يعني بنزل مناطق الشعبية بيحصل إيه؟ حب الناس بيبقى حاجة غير طبيعية غير طبيعية. أنتي قلتي كمان في حلقة نعش الفنانة الكبيرة الراحلة فاتن حمامة لما وقع النعش ولما تهد السور قلتي ده من المخدرات. والله العظيم ده من المخدرات. طبعا لو احنا وصل بينا الحال ان شايفين نعش قدامنا ومش محترمينه يبقى احنا مش مغيبين. عرفتي ازاي انه من المخدرات؟ انا بقول لك اهو اذا كنت انا شايفه نعش يحصل من التزاحم يحصل من الاندفاع. انا لما اشوف نعش نازل وافضل ازق واعمل وكده ده طبيعي؟ لازم اكون واخد مخدرات؟ لازم اكون مش مغيب طبعا. انت السلوك اللي حاصل في بلدك دلوقتي تلات ارباعه السلوك اللي مش عاجبك يعني. لا بس هو احنا نتيجه ان المغيب ان الواحد مغيب. هو انت كان عندك هو حمل النعش ثواب وناس كتير بتفهم انه ثواب. راحل جمال عبد الناصر مشي فيها كام واحد وام كلثوم مشي فيها كام واحد؟ مفيش تزاحم يعمل كده. في سلوك متدني يعمل كده، في مخدرات تعمل كده. طب ليه ما يكونش سلوك متدني من غير مخدرات؟ لازم ليه لازم يكون عشان احنا شعب جدع جدا وشعب طيب جدا وشعب نفهم في الاصول جدا. ده اللي انا بقوله. ما كانوش بيحملوا النعش، كانوا بيزقوا النعش وبيدوا بكاس للنعش وعايزين يطلعوا في الكاميرا كانت حاجات غريبه جدا وصعبت عليا جدا. وتخيل احنا شعب جدع ولا شعب بتاع مخدرات؟ لا احنا شعب جدع جدا وطيب جدا والمخدرات موجوده في جميع انحاء العالم. بس احنا طبعا مؤخرا النهارده لما انا بعلن مثلا عن حمله عشان لدرجه ان هم يروحوا يصلوا صلاه جنازه وهم عشان اعالج الشباب. طيب انا بيجي لي مثلا في الدقيقتين مثلا 2500 مسج حد عايز يتعالج لان دي من ادمان يعني تقصدي؟ من الادمان. اصل احنا المخدرات ما بقتش هيروين وكوكايين وكده، المخدرات بقت اللي هي العقاقير البرشام زي ما بيقولوا، وده بقى منتشر جدا ودخلنا لنا من الحدود من كل حتة. كل يعني ثلاث ارباع ناس يقولك ايه اخده كمنشط لدرجة انه مصليين يبقوا داخلين يصلوا صلاة جنازة. على فكرة هما الناس المدمنين مش وحشين، الناس المدمنين دول مرضى. لا انا عارفة، انا ما بقولش هما حلوين ولا وحشين، بس بقول ان لا انت في ناس زعلت، في ناس زعلت واخدتها انه دي اهانة لكل الموجودين واهانة الناس داخلة تصلي. ليه؟ وانه زي ناس داخلة تصلي صلاة جنازة يتقال عليهم. هو انا النهاردة لو عندي قريب مدمن او يبقى في حاجة تعبني، ده مريض، ده مرض. انا دلوقتي لما حد يجي يضحك عليا ويقول لي خدي برشامة دي هتخليكي في حتة تانية وتنشطك وتخليكي صاحية ليل بنهار وبتاع، والاقي نفسي باخد دواء، ايه اللي يعيبني في كده؟ انا مريضه، ده مش حاجه عيب. بس في ناس اخدوها اهانه انه يتقال على مصليين انه ناس داخله تصلي. ما حدش ما شفتش حد. لا انت خلاص بقى انت بتشوفي الناس اللي بتحبيهم وبيحبوكي وبتتجاهلي الباقي. ليه مين وده احسن ليكي؟ إيه يعني هل ده احسن ليكي؟ لا ثانيه واحده، انت شفتي فين ده؟ يعني قولي لي مثلا في جريده كذا اتكتب ان الناس دي. طبعا شفته على الانترنت، شفته عند صحابي اللي بيشيروا حاجاتك وفيديوهاتك على السوشيال ميديا، شفته في اراء ناس كتير. شوفي خلينا نتفق على حاجه، استحاله بني ادم، لو بني ادم اتوجد في مكان اتفق عليه الكل يبقى في حاجه غلط. ما فيش حاجه بتقول كده. بس لا انا بقول لك الكلام ده انا ما سمعتوش اصلا، بالعكس كل الناس، انا وبوسي شلبي وخالد صلاح محمود سعد ولاميس وعمر اديب كان بيصرخ على الهوا. هما دول بالنسبه لي كل الناس، او هما دول الناس اللي بتاخدي رايهم. لا مش انا الوحيده اللي ادنت موضوع الجنازه ده لو انت بتقولي تزاحم. بس لا ممكن انت الوحيده اللي قلتي بثقه انه مخدرات. والله ده من المخدرات. ده انا اكتر واحده اتكلمت والله مؤدبه، يعني الناس كلها كانت انت على فكره مؤدبه بس هي فكره والله مخدرات. لان انا عايشه انا عايشه في الشارع قوي. بصي انت بتشوفي على الفيسبوك، انا بشوف على الحقيقه. انت ممكن تبقي قاعده في اوضتك كده مرتاحه فاتحه اللابتوب وبتشوفي الناس بتقول ايه. انا بنزل مع الناس، انا شايفه الناس. انا وقتها بصراحه شفت اتهامات بدون دليل، يعني ليه جمعت ان 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 كل اللي عملوا كده مخدرات وهم ناس في الاخر داخلين يصلوا صلاه جنازه؟ والله مخدرات. مش كلهم كانوا بيصلوا على فكره، الجامع مش كله كان بيصلي. وبعدين ايوه انا تاني بقول لك ان اي سلوك انا بشوفه غير طبيعي على الشعب المصري انا بحس ان هو مخدرات. احنا عندنا دلوقتي اب بيقتل امه وام بتقتل ابنها، ده ايه؟ سمعنا متصل كلمك على التليفون في البرنامج وقال لك ان هو اتعالج من الترامادول
من متابعة حلقاتك. والغريب بالنسبة لي كان فاكرة المكالمة دي أو فاكرة الحلقة، قال لي أنا لما شفت الناس اللي عندك بيحصل لها إيه تعالجت. اللي أنا استغربته إن هو لما قالك إن هو تعالج قلت له يا معقول بجد حلقاتنا فعلا بتجيب نتيجة؟ أنا عايزة أقولك حاجة، أنت قاعدة بتقولي لي بزنس ومش بي. أنا عايزة الكرو بتاعي لما بيجي يقول مثلا، أنت اللي بتقولي بزنس مش أنا ما قلتش بزنس، لا أنا بقولك هو أنا مش واخدة، أنا في الآخر الفلوس دي ما بتدخليش أنا، يعني أنا ناجحة أو مش ناجحة أو إعلانات أو مش إعلانات، الفلوس دي مش بتدخلي أنا موظفة. أنا عارفة. طيب أنا عارفة. فاللي أنا بقوله لك إن طبعا لما بحس إن ممكن أكون غيرت حياة حد حاجة كبيرة جدا، انت عارفة، انتي عارفة يعني كويس ايه تخلي واحد يخف، فاهمة كويس عن علاج الإدمان خصوصا الترامادول والهيروين والحاجات دي، ده استحالة يخف بحلقات. لا ازاي استحالة، يعني انت عارفة ان دي الحاجة الوحيدة. امال الناس اللي في الان ايز دول، يعني مش هقولك الناس اللي في مستشفيات إدمان ولا مصحات ولا الكلام ده، هقولك الان ايز ملهاش دعوة بالترامادول والحاجات، الترامادول والحاجات دي بتاخد دي بس حاجة يعني عقار بداله، تروحي للدكتور وبيكتب لك دواء بدل الدواء اللي انت بتاخديه، ما هو ده علاج البدايل، ده علاج اعراض انسحاب، كل اللي بيعملوه النسبه الاكبر بكتير منهم بيرجعوا تاني. انت عايز تقولي انه كذاب يعني؟ لا طبعا، عايزه بس اسال ازاي. لا انا ما عالجتش واحد على فكره. انت عايز تساليني حلقتي عالجت كام واحد مخدرات؟ فكره انه شخص انه مدمن ترامادول بيتفرج على حلقات ريهام سعيد خف. ايوه راح لدكتور وخف، خد قرار انه يسيب المخدرات. لا بس عايز اقول لكم مش واحد، هم بالورقة والقلم في المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي يمكن 6000 واحد، لكن مش من مجرد مشاهدة الحلقة. في ناس كتير، وهم اللي جولي دول جولي عشان مشاهدة الحلقة، يعني اللي جم قالوا عايزين نتعالج. انت عارفة يعني ايه تبقي مدمن مخدرات؟ صعب جدا طبعا تروحي برجلك طبعا تقولي انا عايزة ابطل طبعا، فلما تشوفي مقاسي ناس وتتعلمي و يعني انا كل ما حد يجي يقول عشان كده انا بالنسبة لي لما سمعت المكالمة كانت مكالمة غريبة جدا، يعني انا بالنسبة لي الرد الوحيد اللي هو طب ما احنا ممكن نشغل حلقات ريهام سعيد في المصحات، مصحات علاج الادمان والناس كلها تتعالج. مين قال لك ان انا الدكاتره ما بتندهليش في المؤتمرات وبدي ليكتشرز وبقعد مع الناس يعني الحمد لله احنا لينا دور في المجتمع غير طبيعي، يعني مش كل حاجه معلنه، لكن احنا عاملين حاجات كويسه جدا. الشيشه ادمان؟ لا مش ادمان؟ لا. مفيش ناس مدمنه شيشه؟ لا خالص. السجاير مدمنه ادمان؟ طبعا ادمان. لا عاده دي هابت. ما هو نوع من الادمان. لا خالص، كل سلوك مبالغ فيه يتحول لعاده هو ادمان. لا يعني انا ده اخدته من دكاتره ادمان. لا سلوك مبالغ فيه ده يعني انت قاعده، يعني انت مثلا بتشيشي بيروح للاكستريم، فهتجيبي الشيشه في وهتجيبي الشيشه في المطبخ وهتجيبي الشيشه في الحمام. لا خالص، بس لما تبقى الشيشه اساسيه في حياتي بشكل يومي بعدد مرات معينه ده ادمان شيشه، لما يبقى الشغل في حياتي، لما يبقى الجيم انت في حياتي. عن مين يعني الشيشه دلوقتي ايه السؤال؟ لا انا برد عليكي عشان تقولي هي سجاير ادمان. لا السجاير النيكوتين بيدخل في الدم فالدم بيتعود عليها، لكن الشيشه لما تكوني فين وفين لما بتشربيها زي القهوة مثلا ما هي مضرة، بس في ناس مدمنة نسكافيه اللي هي تصحى على نسكافيه، وفي ناس تاخده كل فين وفين. خلينا نقول من الجولة الأولى للجولة الثانية ريهام سعيد. الجولة الثانية، هل تجرؤ ريهام سعيد، هل تجرؤي على الاعتذار لحسن الشفعي لوصفك ليه بأنه غير وطني لمجرد أنه مرقص على أغنية بشرة خير؟ لا أنا ما أقدرش أقول غير وطني، يعني لفظ غير وطني ما قلتوش، أنا ما بحبش المزايدات في الوطنية. ما قلتيش غير وطني وهو رد عليكي قال أنا أول مرة أعرف إن لا رد علي أنا بس إن في ناس بتقيس الوطنية وحب مصر بالرأس. حسن الشافعي ما بجد ما يستاهلوش. حسن الشافعي ما ردش عليا أنا، حسن الشافعي رد على ناس كتير قوي كانت متضايقة من الموضوع ده. أنا اللي أنت كنت واحدة منهم. أنا كنت كل اللي علقته إني قلت إن دايما انت لما بتبقي حكم في 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 برنامج وتيجي مصر او اغنيه لمصر الناس الثانيه وقفت، فازاي يعني ازاي انا ابقى مصريه وافضل قاعده؟ بس هو ده اللي انا قلته. بس ده مش النشيد الوطني، هي ما وقفتش للرقص، هي وقفت لمصر. بس ده مش النشيد الوطني. لا ساعتها احنا كنا بنعتبره النشيد الوطني.
كلمة بشرة خير دي اللي كانت بتدي أمل لكل المصريين إن مصر هتتغير ومصر مش كل عمرنا ما نقدر نحط كل المصريين كل بنفس القوسين. لا مش كل الناس. عايز أقول لك حاجة، أنا لسه راجعة من أمريكا، كان في بشرة خير، في بشرة خير في كل حتة، بشرة خير كانت في كل حتة، في بشرة خير بال بال باللغة العبرية. العبري على فكرة، أنا قابلت ناس يهود بيحبوا مصر جدا. انا بس قصدي حاجه ثانيه، يعني قصدي انه عمرنا ما نقدر نحط كل الناس بنفس القوسين. كل الناس كانت بتحب بشرة خير لانها كانت شايفاها ان هي بتدي امل للمستقبل. يعني انا دلوقتي لو قلت لك انا ما كنتش بحب وما بحبش بشرة خير، يبقى انا مش خير. عايزه اقول لك حاجه، لو بيغني انت عمري، لو بيغني اي حاجه مصري، الناس وقفت لمصر ساعتها، ما تهيفوش الامور. لا ما هيفناش الامور، بس هو اللي شايف الامور في عالم هو اللي مصر شايف ورا. انه اللي انتقدوه هم اللي هيفوا الامور. هو انا عشان مش ما لسه بتقولي على بشرة مش لسه خير. بتقولي مفيش حد بيتفق على حد. طبعا مش لسه بتقولي في ناس عاجبها وناس مش عاجبها. طبعا انا ما عجبني. هل تجرؤي على الاعتراف انه ظهورك في برنامج فوقش في المعسكر كان تمثيل؟ ليه هم كانوا ايه مش كويسين؟ لا كان تمثيل. لا هم كانوا مش كويسين، يعني تمثيل. ايه هم تمثيل؟ كان تمثيل. تمثيل ترمي نفسك في البحر الأحمر في منطقة فيها شارك. ما انتي مثلتي ورميتي نفسك في النيل. ما مثلت فين؟ ده كان برنامج، في برنامجك، برنامج المقالب بتاعك لما نطيتي في النيل. مش في منطقة شاركس حبيبتي. ومثل ليه؟ هو لازم انزل ابل نفسي؟ على فكرة ما كانش معي هدوم، انا روحت مبلولة. بس برنامج المقالب بتاعك عملتي كده وعملتي نفسك بتنتحري وقمتي نطة في النيل. انه كان اول الاثنين كانوا نفس رمضان. لا انه كان انه صورته الاول. أنا صورتيه الأول، أنا كنتش معاكي في التصوير. طيب محمد فؤاد عارف أن أنا صورته الأول. أنا عايزة بس أقول لك حاجة، أنا دلوقتي لما أنط في البحر هكسب إيه؟ لما نطتي في النيل كسبتي إيه؟ ده كان برنامجي. لا بس حلقتك إيه في حلقة؟ فهعمل إيه يعني؟ يعني إيه أنا هستفيد إيه يعني؟ هو كل فنان يجتهد في تمثيل حلقته عشان تطلع حلقة جامدة وتضرب. يعني أنت بتقولي دلوقتي إن البرنامج فابريك؟ مش كلهم يعني، بس بعض ضيوفي كانوا مشاركين في برنامج. إزاي تتهمي حد بكده؟ أنا ما بتهمش حد، أنا بقولك ضيوفي من النجوم قالوا إنهم مثلوا حلقات. ضيوفك قالوا لك كده، لكن أنا ما عملتش كده. أنا ما عملتش كده لأن حتى لو أنا عايزة، أنا دلوقتي جيت لك خلاص عايزة أعمل لك حلقة حلوة، أولع في نفسي؟ لا تشرع عليك يعني اجيب الدنيا ولا يا جماعه؟ مش مهم الحلقه، عشان اعمل مش حلقة مهم الحلقه خالص، مش عاوزين لا الحلقة. يعني مش لازم ارمي نفسي مش عاوزين الحلقه واروح مبلوله. طب هقول لك حاجه، اللي هيمثل ده مش يبقى جايب معاه شنطه هدوم تانية؟ اكيد مش هيطلعها قدام الكاميرا يعني يخبيها. لا 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 لا، مش انت عندك صحاب في الوسط بروديوسرز وناس؟ قولي لهم ريان سعيد لما سافرت كان معاها شنطه او كان معاها حتى بلوزه ولا تيشرت؟ انا روحت في الطياره مبلوله. الممثل ده يجيب ادوات التمثيل؟ انت كنتي رايحه وراجعه في نفس اليوم؟ الساعه 6. هل تجرؤي على الاعتراف بعدد عمليات التجميل اللي أجريتيها بعد مسرحية مرسي عاوز كرسي؟ اشمعنى مسرحية مرسي عاوز كرسي؟ ده سؤال. لا ما أنا بسألك، ما أنا مش فهمية. ده سؤال يمكن عشان توقيت المسرحية. أنت ليه على طول بتردي على السؤال بسؤال؟ عشان مش فهمية يعني أرد على حاجة مش فهمية زي العبط. ليه سؤال واضح؟ إيه السؤال الواضح؟ أنا أتحدك إن أنت فهمية. من بعد مسرحية إيه مرسي عايز كرسي بالتجميل من بعدها شكلي مختلف؟ لا الحقبة يعني؟ الزمنية ممكن شكلك مختلف شكلي جدا مختلف. ممكن. طيب من وقت المسرحية لدلوقتي ما عملتش ولا عملية تجميل؟ بس سؤال رد بسيط. لا مش فاهمة إيه علاقة مرسي عايز كرسي بس؟ الوقت ده، التوقيت ده وشكلك في الوقت ده. التوقيت ده كان من إمتى؟ مش مهم. طب انا ما بقولكش فاهم السؤال. مش مهم، انا بقولك اهو عملتي ولا لا. قبل الثوره، من يوم الثوره لحد النهارده عملتي كام عمليه تجميل؟ ده ايه احتفالا بثوره 25 يناير؟ ما بقولك ايه ريليفنت. شفتي بقى انت بتسيبي السؤال وتمسكي إيه التفاصيل، تردي على السؤال بسؤال. هقول لك بس هعلمك حاجه، اما تسالي السؤال لازم تشوفي يعني مرتبط بايه اوله بقى. لا انا مش عاوزه اعرف. قولي لي قولي لي انا مش عاوزه اعرف عملتي عمليه تجميل قد ايه. لكن انت بتقولي بتوقيت. انا بالنسبه لي شكلك في المسرحيه مختلف تماما عن دلوقتي، فانا مذيعه حشريه. اقسم بالله العظيم متاكده انك ما شفتيش المسرحيه. تلاقيه بيقول لك وطوله مراخيه وحطها في حاجات ولا شكلي اختلف خالص. فبسالك انه من وقتها لدلوقتي لا ولا اختلف خالص ولا عمليه ولا شكلك اختلف؟ لا شكلي ما اختلفش خالص. طيب هل تجرؤي على الاعتراف انك كنتي من اللي روجوا لتمثيليه ام درمان؟ ايه ام درمان؟ بتاعه السودان. ايه دي؟ ماتش مصر والجزائر في السودان. ايه تمثيليه؟ مش فاهم. انه لما اتقال انه ريهام سعيد قلعت التيشيرت ونزلت تحت الباص و
منزلتش وحصل انه ناس تانية كتير قالت انه انا اللي ضعيفه، الاعداد مش ضعيف، انا اللي ضعيف، خديني بس على قد ضعفي وايه ومت يعني، والبص عدى من قدامي وكوتش خالص خالص. بس لا لا بس بعدها كتير وكتير جدا من اللي حضروا الواقعه اتكلموا. مين بعد الثوره؟ بعد الثوره. انت ليه بقول لك اهو بتسيبي السؤال وتمسكي في سؤال؟ انت عامله لي امتحان، ردي بس على السؤال. ما انا بحس انك بتسالي السؤال وانت مش فاهمه. معلش على قدي، خديني على قدي. انا ما لازم عشان اجاوب اجاوب محترمه، وانا مش بجاوب لك انت، انا بجاوب للناس. ما هو انا عارفه فلازم احترم عقليتهم، فلازم افهم. انا عارفه معلش، الناس هتفهم ان انا عقليتي على قدي ومستوايا كمذيعة على قدي. لا حبيبتي قولي حاجه معقوله. ما هو انا بقول لك اهو نزلتي تحت الباص. انا بقول لك نزلت اي تحت. انا بقول لك اهو، بقول لك ايه؟ بقولك في ناس كتير من اللي كانوا موجودين في الواقعة قالوا انها بقولك مين كانت الناس، عشان هقولك شخص زي محمد فؤاد مثلا. محمد فؤاد ده طلع يعيط على التلفزيون، ايوه، وكان قاعد في مكتب طارق نور. ما هو ده اللي انا مش عاوزاه، انا مش عاوزه اجيب سيره اشخاص، مش عاوزه اقول احمد شوبير، مش عاوزه اقول اقسم بالله العظيم وحياه ولادي محمد فؤاد. هو كان قاعد على هنا مكانك على الكرسي وقال انه كان قاعد في مكتب طارق نور بيعيط، كان بيعيط بس محمد فؤاد كان هناك واتضرب. الفيديو كان موجود على اليوتيوب. يعني ايه محمد فؤاد كذاب؟ انا مش يعني انا ما بقولش كده، مش فاهمه بتقولي محمد فؤاد كذاب. ان محمد فؤاد طلع عند عمرو اديب على الهوا يعيط كذب. محمد فؤاد رد عن نفسه في حلقته. محمد فؤاد كذاب. محمد فؤاد رد عن نفسه في حلقته. انت بتقولي رد ايه؟ وكل شخص بيرد عن نفسه. عشان كده انا لما بتساليني، محمد فؤاد مش ممكن يكون قال كذاب. علشان كده انا لما بتساليني، لما بقول لك اشخاص، محمد فؤاد راجل محترم جدا ولا يمكن يكون قال على نفسه انه كذاب. ده من اعز اصدقائي. انا ما قلتش عليه كذاب. هو جالك هنا قال لك انا كذاب. هو لما يتفرج على الحلقه هيعرف ان مش انا اللي بقول عليه كذاب. المهم هو كذاب. المهم بس هو قال على نفسه كذاب. هو ما قالش على نفسه كذاب. انت عايزاني احكي لك حلقه محمد فؤاد؟ لا انت بتقولي نقف شويه ونحكي حلقه محمد فؤاد. بصي عايزه اقول لك بس حاجه، ولا استفز ولا اعمل ايه، ولا خليكي يعني عارفه. هقول لك هعلمك حاجه. انت علمتيني كتير بصراحه. مساعده معاك هعلمك حاجه، ما برضه اكيد اعرف اكتر طبعا. منك طبعا. لما تيجي تهاجمي لازم تهاجمي عشان يبقى مقنع. عن ادله. لما انا بقول لك فلان قال، قولي فلان كان موجود وقال. ريهام هو انت عايزه تسمعي؟ ما عملتيش. انت مش عايزه تسمعي. انا بقول لك انا مش عايزه اقول اسماء اشخاص، لانه اهو اسم شخص. طب يعني من إيه؟ اكتر من شخص سبتي السؤال وسبتي الموضوع وسبتي قصتك في الحدث ومسكتي في الشخص. بقول لك فين التمثيليه؟ قلتي ناس قالوا، مش من حقي اقول مين الناس. انا بقول لك اهو في ناس، كان معايا ناس يا ستي معينة. في اعلاميين كتير وفي ناس كتير لا كانت لا موجوده طلعوا قالوا ان دي كانت مسرحيه هزليه. في الواقعه دي كان يا ده انت عايزه بس اقول لك حاجه. يعني انا من ساعه ما بصحى لغايه ما بنام بمثل، بروح السودان امثل واطلع البرنامج امثل. انت واخده الموضوع كده؟ مش عارفه ايه امثل. ليه واخده الموضوع كده؟ انا بصي ابتسامتي من فين لفين. ايوه خدي يعني ليه واخده الموضوع كده؟ هو انت بتقولي مسرحيه هزليه صح؟ ايوه انا بقولك في ناس كتير طلعت على الهوا وقالت انه دي كانت مسرحيه هزليه. منهم بعد الموضوع يعني؟ عدى وبعد الثوره منهم ناس كانوا هناك، منهم ناس ما كانوش هناك، مين منهم اعلاميين. ما هو انا مش عايزه اقول انا الاسم الوحيد اللي قلتي اللي قلته مسكتي فيه كده. انا مش عايزه سيرة حد مش محمد موجود. محمد كان في الاتوبيس وانا في السفاره، ده مبدئيا. ماشي انا مش عايزه سيره اشخاص مش موجودين معانا مش بيردوا كل ده. ما هو انا الاسم الوحيد اللي قلته بصي مسكتي فيه ازاي. لو قلت انا ثلاث اسماء فيه كمان مش كذاب. طيب وانا ما قلتش عليه كذاب. هو ما يتفرج على الحلقه هيعرف انا قلت ولا لا. مسرحيه هزليه. انا بقول لك هي المسرحيه دي يعني ايه؟ محمد فؤاد اللي كذاب فيها يعني؟ انت بالنسبه لك ده معنى؟ انت بتقولي كان قاعد في مكتب طارق نور وهو بيعيط على الهوا يعني كذاب. كذاب وممثل ومنافق وكل حاجه. ازاي تقولي على زميل انت واضح ان انت مش متابعه كويس في جزئيه كده عن الحدث ده. انا عايزه بس اقول لك حاجه، عايزه بس اقول لك حاجه. الاضافه ايه اللي هتضاف لي يعني؟ إضافة إيه؟ لما تتابعي يعني؟ لا لما أنا أروح السودان وأقول إن الناس كانت بتهاجمنا وهي مش بتهاجمنا. فأنا عملت إيه؟ خدت فلوس أكتر؟ لا هو اللي بيتقال واللي اتقال على الهوا كتير جدا بعد الثورة إنه هي كانت مسرحية هزلية وكان مكاسبها كتيرة. ثورة إيه؟ إيه اللي جاب الثورة في الموضوع؟ ما هو أنا بقول لك اللي اتقال بعد كده، اللي اتقال بعد كده. منى ذاكري شوية. نعم. لا انا بليده معلش. الثورة فين معلش فين؟ انا بليده وما بذاكرش كويس. الثورة فين والماتش فين يا فندم؟ انا بقول بعد الثورة كت. الكلام اللي طلع من اعلاميين كتير ومن اشخاص كانوا موجودين داخل الحدث في موجة الثورة لما حبوا يركبوا الموجة. ما انا بسالك عشان انت واحدة كنت موجودة اهو. فايه بس زي ما في ناس كتير كانت موجودة. انت بتسأليني لما حبوا يركبوا. انت لو هديتي بس وسكتي وسمعتيني هتفهمي اصلا. ما فيش مذيعة تزعق لضيف. ما هو انت خليني بس اتكلم علشان تسمعي عشان مش مدياني فرصة اتكلم.
تتكلم. اهدي مش مدياني فرصه اتكلم. اهدي انا هاديه والله. ما قالكيش المخرج ان تلاقي على لازم تبقى هاديه؟ ما قاليش. طب اهدي. ما قاليش. طب هتقول يا جماعه كوبايه ليمون لو ما قاليش يا جماعه ان انا محتاجه اتعلم الهدوء. يا جماعه هدوها بس. يا ريهام طب هاتي. الله يخليك. طب ممكن تهدي عشان ما بحبش تعالي صوتك كده يا حبيبتي. خليني اتكلم عشان تسمعيني فمعليش. طب بس ممكن بالراحه عشان انا بجد صدعت بجد تعبت يعني صدعت. قولي اللي انت عايزاه. السؤال بالنسبه لك بايخ قوي كده؟ مش بايخ خالص. ملوش معنى اصلا. ملوش معنى اصلا. باديه السؤال بتقولي مسرحيه هزليه يعني انت قايله النتيجه من قبل ما تسالي. انا واخده كلام. انت شايفه انه مسرحيه؟ مجموعه اشخاص قالوها. بسالك ما بقولك هل تجرؤي انك تعترفي انك كنتي جزء من اللي اتقال عليها مسرحيه هزليه؟ يعني احنا دلوقتي مثلا احنا بس كبير قوي في ناس وناس في السفاره وناس مش عارفه كلنا اتفقنا نعمل تمثيليه. طب ما تردي عليا تقولي ما كانتش تمثيليه. يعني سؤال واضح اهو. يعني مش محتاج بقى السؤال كل ده. لا انا اكبر من ان انا اقول لك مش تمثيليه لان انت طول ما انت قاعده بتقولي اكبر من انك تجاوبي على السؤال. لا انت تسالي السؤال بطريقه مؤدبه يعني تقولي ايه هل اللي حصل هناك ده كان بالقدر ده. انا سالت سؤال بطريقه مش مؤدبه. ما تقولي مسرحيه هزليه من الاول. بتشتمي كل الناس اللي كانت هناك واتضرت. كل الزملاء اللي كانوا هناك بما انهم دكتور اشرف زكي روجينا انا محمد فؤاد بدون محمد ذكر عطيه اسماء اشخاص. ناس في ناس مش كذابه. لا ما بتقولي كل الناس اللي هناك اشتركت في المسرحيه الهزليه. انت كنتيش هناك عشان تتكلم. مش ما كانتش مسرحيه هزليه. ما كانتش مسرحيه هزليه. بقولك انا اكبر من ان انا اقول لك مسرحيه في ايه. ما كانتش. اوكي حلو. هل تجرؤي على الاعتذار عن طلبك من المسيحيين المصريين مخالفة قرارات الكنيسة بعدم الحج في الأراضي المقدسة في ظل احتلالها؟ ايه ايه طلبتي من المسيحيين ان هم يروحوا يحجوا فين؟ مين دول يحجوا فين؟ في القدس. طلبتي ان هم يزوروا لما كنتي بتعملي حلقة من هناك. ده فين ده؟ ده ما حصلش. المسيحيين يروحوا يزوروا ايه؟ طلبتي انه المسيحيين يروحوا يحجوا هناك انه يروحوا يزوروا هناك. يزوروا هناك في ايه؟ هيزوروا هناك هيزوروا المقدسات المسيحيه. لا انا ما طلبتش من المسيحيين. ما جبتش سيره المسيحيين خالص. انا طلبت من الوطن العربي كله يروح فلسطين. كل الوطن العربي لازم يروح فلسطين. ما طلبتيش من المسلمين يروحوا المسجد الاقصى ويزوروا كنيسه القيامه. كل الناس. انا رحت المسجد الاقصى ودعوت الناس من جوه المسجد الاقصى انها تيجي المسجد الاقصى. بس ده كان ضد قرارات الكنيسه ان هم ما يروحوش طول ما الاراضي دي تحت الاحتلال. في يعني في ظل الاحتلال. انا ما طلبتش من المسيحيين. ما جبتش سيره المسيحيين خالص في الحلقه. انت لسه قايله اهو. انا قلت لا انا بقول لك لو عايزين يروحوا هنا يروحوا هنا. لكن انا اللي قلته قلت كل الوطن العربي يجي فلسطين يقف جنب الناس الفلسطينيين. ايه مو ايه اما خلاص بقى انا مش هطول معاكي عشان انا بليده وعلى قدي فهحاول اخبي فضحتي. لا انا بحاول استحمل. الاعتراف انك هل تجرؤي على الاعتراف انك بعد 3 جوازات وخطوبتين فاشله جدا في اختيار الرجل المناسب؟ اولا هم مش 3 جوازات وخطوبتين. هم ايه؟ وبعدين انا فاشله في اختيار الرجل المناسب. طب ما يمكن هم اللي فاشلين في اختيار الست المناسبه. ليه اجزمتي ان هم وحشين؟ لا انا بسالك انت. انا ما اعرفهمش. هم مش قاعدين معايا. كلهم ناس محترمه واحسن مني بكتير. وبعدين السؤال اعمى يعني صح. لا. الاجابه هي اللي بتنور. لا خالص السؤال ملهاش دعوه بالاختيار خالص. كل الحكايه شغلي صعب جدا. انا ما بروحش تقريبا. هل تجرؤي على الاعتراف ان رغم نجاحك؟ متضايقه ليه؟ ايه انا مش متضايقه. انت ليه عايز تضايقيني بالعافيه؟ والله مكشره. والله ما متضايقه ولا بتضايق. ويعني انا معلش سوري. وبعدين انا مبسوطه بمجرد ان انت قدامي. لا ما زعلتنيش. واوعي تقلقي انك زعلتي. طيب هل تجرؤي على الاعتراف ان عباره للكبار فقط اللي بتتكتب على بعض حلقات برنامجك هي عباره لجذب المشاهدين اكتر منها لابعاد الاطفال؟ يا لهوي ده انا لازم يتحكم عليا بمؤبد. ما تشر عليك. لا احنا عشان بنعالج ولاد صغيرين جدا جدا وبنجيب لهم لعب وحاجات كده فاحنا عندنا جمهور عريض جدا من الاطفال. لما بدخل اي حته تلاقي اطفال جايين يتصوروا معايا فهم متابعين جيدين جدا الحلقات. وكل ام بتشوفني دلوقتي عارفه ده ان ابنها او بنتها متعلقين جدا بصبايا الخير لان احنا بنجيب ناس ونشفيهم فكنت ببقى حريصه ان هم ما يتفرجوش بس على الحاجات اللي هي ممكن تبقى صعبه. هل تجرؤي على مش الاعتراف انا بلس 18 إن رغم نجاحك في مجال الأعلام إلا إن التمثيل لسه هو طموحك وحلمك الأول؟ طموحي وحلمي فسبته؟ الأول. لا بقولك سبته. بسألك أنت. لا أنا بقولك أنا سبته. يبقى إزاي طموحي الأول؟ أعلمك أنا بقى حاجة. السؤال بيترد عليه بإجابة مش بسؤال. لا سبته إزاي؟ أنا قلت لك سبته. هل تجرؤي على ذكر الحلقات اللي ندمتي على تقديمها؟
حلقة استضافة توفيق عكاشة. ليه؟ جابت لي مشاكل كتير قوي قوي يعني، كنت أنا في غنى عنها. يعني ابتديت دلوقتي أبعد في حلقاتي عن الشخصيات اللي ممكن يبقى عندها روح انتقامية، أو يعني بقيت مع ان انا كنت مستضيفاه ساعتها عشان كانت القناه بتاعته قافله ايام الاخوين، كان غرضي لطيف يعني، بس قررت ان انا ما استضيفش حد بتاع مشاكل يعني. هل تجرؤي على الاعتذار عن اذاعه فيديو لفتاه مغتصبه في برنامجك حتى لو بموافقه اهلها؟ اعتذر لمين؟ عن اذاعه فيديو اعتذر لمين؟ اغتصاب لفتاه، للمشاهدين، للجمهور. لا اعتذر ليه؟ لا ما تعتذريش. لا انت مش بتقولي، لسه بتقولي لي في الفاصل في امريكا بيخبوا الصوره. طب ما انا خبيت الصوره، اعتذر عن ايه؟ فيديو اغتصاب. متخبي، مش شايفه حاجه، انت مش شايفه اي حاجه، بس ده فيديو ادانه مش فيديو اغتصاب، ده فيديو ادانه للولاد اللي عملوا كده، ساعدها على فكره كتير. من الجوله الثانيه للجوله الثالثه، ريهام سعيد. الجولة الثالثة والأخيرة، لمسة أكتاف. لمسة أكتاف، هقول لك جمل في خلال 5 ثواني، هيكون في هنا عد على الشاشة، في خلال ال5 ثواني دي هتقولي لي أوافق أو أرفض أو استثناء. يعني إيه استثناء؟ استثناء لما هتحبي تعلقي أو تبرري أو تقولي رأيك أو تشرحي حاجة، تقولي وجهة نظر، تاخدي موقف وسط، هتقولي استثناء. التجربة أثبتت إن الشيوخ والدجالين أهم الأطباء النفسيين. لا وافق طبعا. ترفضي؟ طبعا. أنا جزء من منظومة إعلامية يستخدمها البعض لإلهاء الشعب بقضايا مثيرة. لا طبعا. ترفضي؟ شعاري في الحياة هو الغاية تبرر الوسيلة. لا طبعا. النصب على الفضائيات بيجيب إعلانات، توافقي ولا لا؟ طبعا موافقش. ترفضي؟ أظهر الحالات الإنسانية التي يساعدها برنامجي بشكل فيه شيء من المعايرة. من المعايرة؟ إزاي يعني؟ وافقي ولا ترفضي ولا استثناء؟ لا أرفض طبعا. ترفضي؟ أعتبر نفسي راعية للشرف والفضيلة في مجتمعي. لا طبعا. ترفضي؟ لازم أشكر الداخلية كل حلقة لأنهم اللي بيسهلوا لي مقابلات المجرمين والدخول لأماكن معينة. استثناء، معلش. استثناء. كل الإعلاميين بيغطوا الـ 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 يعني حلقاتهم كلها عن المجرمين وكده، ده اختار بيتبعت لكل الإعلاميين. بس ما حدش بيغطي ده قدك. لا ده سكة برنامجي عشان مش توك شو، لكن عايزة أقول لك إن الداخلية ما بتدينيش حاجة كتير، أنا أقل واحدة باخد. أقل واحدة؟ أقل واحدة. بجد؟ بس أنا بحبهم. بتحبي الداخلية؟ بحب ضباط الشرطة طبعًا جدًا. والجيش. مقابلة المجرمين والحديث عن المدمنين وعرض الحوادث البشعة ومنها دماء الأطفال لا علاقة له باسم صبايا الخير. استثناء. إزاي ده خير؟ أعالج حد من الإدمان من الضياع، ده خير، ده كل الخير. المجتمع المصري مليان بلاوي. العالم كله مليان بلاوي. نادمة على تقديم برنامج مع سعد الصغير. خالص، ده أنا بفكر أعيد التجربة تاني. سعيدة ببراءة حبيب العدلي. ولا سعيدة ولا مش سعيدة، ما كنتش أعرفه يا ماليش علاقة بيه. ضل راجل ولا ضل حيطة؟ استثناء. ضل راجل ما يبقاش لي لازمة يعني؟ لا الراجل مهم في الحياة بس مش ضل، يبقى راجل بجد. أهم من الحيطة شويتين؟ لا مش حيطة خالص، يعني الراجل حاجة مهمة جدا في حياة أي ست. بالعكس ده راجل الحيطة، ده الست بتتسند عليه المفروض. لا مش سند، أصل أنا راجل شوية. مش محتاجة راجل أتسند عليه، لكن محتاجة طبعا راجل في حياتي لأن دي سنة الحياة. تعرضت الموقف في جن بشكل حقيقي. حصلت وافي. قولي استثناء عشان تقول لنا.
ما قلتش هوني استثناء عشان انا عايزه اعرف. ما قلتش لا، لما طلعوني كذابه وبقول وبمثل. لا ليه، انا ما قلتش كذابه، انا اخترت شويه من اللي بيتقال بس. مش ده مش معناه ان انا اللي بقول، ولا انا ده رايي. انا لما اقوله دلوقتي هيقول لك بتمثل وبتالف وبتاع. بس قافع والله العظيم. ريهام سعيد، الضربه القاضيه. ده سؤال مكتوب على ورقه هتقريه وتقولي لي اسال على الملأ ولا تنسحي بيه. رد طبعا. اسال. اسال. طيب، هل تصرحي جمهورك انك هل تصرحي يعني ده صح؟ انا بقولك اسألي. ده من عصافيري. لا ده محكوم بيه في حكم محكمة، ده يعني حد كتب كده وبيتحبس دلوقتي. في اقاويل بتتردد حول حفلات مليئة بالسكر والخمور في بيتك. في بيتي انا؟ حفلات لأصدقائك والناس من الوسط الفني. انا ما بروحش البيت يا ماما. يعني انا ما حدش جه بيتي وانا ما بروحش البيت اصلا. وعايزه اقول لك حاجه، حتى لو ده حصل دي حريتي الشخصيه، لكن يعني ده بعيد كل البعد عن حياتي خالص. بيتقال يعني كتير قوي من اشخاص كتير قوي. ما هسالك برضو هما مين هتتضايقي وهتزعقي لا هقول لك طبعا لا افسح عن مصادري. لا ما عنديش اصلا صحاب عشان يبقوا بيجوا حفلات. انا ولا عندي ولا صاحبه ممثله ولا مذيعه ولا كده خالص، ولا اعياد ميلاد. وبعدين عايز اقول لك حاجه كمان، انا ما عنديش صحاب خالص خالص. لا عشان يجوا حفلات. يعني انا بقول لك انت بتتكلمي عن حاجه بعيده كل البعد. احنا في مصر الفرق بيننا وبين العالم ان العالم بيشوف الناجح ويكبره، واحنا بنشوف الناجح لازم نشوهه. فانا سعيده جدا بنجاحي وفخوره بيه، وعمر ما التشويه هينجح ابدا. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله ما ينجح ابدا ان شاء الله. قولي لي بقى، صاحب ضربات ناعمه ولا مضحي؟ لا والله هي الناس هتحكم. بس قولي لي انت حكمك ايه. لا والله انا مضحيه. اخر سؤال ده دليل على ان انا مضحيه. قلت ليه؟ لا بالعكس، في ناس جاوبت اسئله اصعب. لا يعني انا مش انا حكيت السؤال. لكن انا ما انسحبتش، انا ضحيت. وقلت لك حاجه ممكن واحد تاني يسمعها يقول لك يا عم ده بيقولوا عليها مش عارفه ايه وبتاع. بس انا بصراحه على جزمتي يعني تحت جزمتي بشويه. طب ليه خدتي حكم على حد قال كده؟ عشان اذا تحت جزمتك عشان يعني. انا عندي ولاد، يعني انا عندي ولاد وكبار وما يصحش ان اي حد يتكلم على حد. انا عايزه اقول لك حاجه، انت بتعملي حفلات، انت بتلبسي عريان، انت بتعملي اي حاجه انت عايزاها، انت حره بدل ما بتاذيش حد. طبعا فاهمه. بس فانا حتى لو بعمل كده هقول لك انا بعمل كده. زي ما بقول لك انا اوبن مايندد جدا. اللي عايز يشرب يشرب، واللي عايز يقلع يقلع، واللي عايز يرقص يرقص، واللي عايز يعمل اي حاجه في الدنيا يعملها بدل ما بيأذيش حد تاني. انت حر ما لم تضر. بالظبط. الاعلاميه ريهام سعيد، كنت ضفتي، اتشرفت بيكي. ربنا يخليكي. ميرسي. شكرا على حضورك، شكرا على وجودك معايا. ميرسي. مشاهدينا شكرا على المتابعه. تحياتي منى عبد الوهاب.